تبدو الطاقه بهم اللي تكون هنا كانوا اطفال صغار في مدينتنا الان كبروا كاين اللي غادا بلا خارج ارض الوطن لكنه كيكون دائما موجود في الجمعيه وكيكون حاضر في الجمعيه منهم على الشمال ديالي يوسف الشاب طموح اللي دخل في الجمعيه الان هو شاب يانع وكعب الكثير الكثير ومناضل وسوق في الجمعيه ايضا نجوى شاهدنا إذن شاهد أشرافي أيضا الجبالي وكل كل الشباب سمحوا لي ما غاديش نتذكر كل الأسماء كنعتذر لكم وكان بحاجة تحية عالية لكم كنعتز وكنفتخر بكم هذا هو الدور يا جمعية المجتمع المدني أنها تأثر وتوصل للشباب هذا الباب الأمل وتشوفوا إحنا فرحانين اللي نشوفكم وصلتوا ما شاء الله عليكم هذا الباب هذا الشاطئ والشباب اللي كيحمل القناعة وكيحمل القيم وكيحمل فكرة ديال الانتماء للعمل الجمعوي والنضال في الإطار من أجل خدمة المدينة وخدمة الوطن. كلمة الآن لرئيس الجمعية الأستاذ ناضل الحاج سبحان الهواري وبعدها طبعا غادي يكون في كلمة للشباب. السلام عليكم. أولا كنحب الإعلام كبيرة أنا أسميها الإعلامية الوطنية وكنجيب أعتذر لها لأنها رائعة صراحة يعني وكما هي كنت غادي نقول بما أنها هي في الجمعية ومن المؤسسين ديال الجمعية وبعد حضرة السيدات والسادة الحضور الكريم نساء ورجال الإعلام المحلي الجهوي والوطني كل باسمه وبصفته ولا استثني منكم احد. تتميز المملكه المغربيه بتنوع الثقافات والتراث حيث مكانها هذا التنوع من جعلها رائده على الصعيد الغربي والدولي وذلك من خلال ما تقدمه من ثقافات وتنظيم لفعاليات ثقافيه وفنيه ومحافل تراثيه كما تهتم المملكه بالمجال التراثي الشعبي اللامادي. وهذا الطرح أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده في عدة مناسبات ومحافل قارية ودولية حيث نوع به وأكد على العمل عليه وعلى هذا المنوال تخطو جمعية الصمد الكنفاوي خطوة رائدة في تنظيم تظاهرة ثقافية سنوية تتمثل في مهرجان على الدولي للثقافة والفنون والتراث والذي يشهد إطفاء شمعته التاسعة هذه السنة تحت شعار العرائش مرور تراثي وتطلع به إذ يرسخ القيم ومبادئ الثقافية للمملكة الشريفة كما نسعى هذه السنة إلى التنوير للمجال السياحي والاقتصادي والبيئي والتراثي بجهة الشمال بصفة عامة والعرائش بصفة خاصة إنه لفخر عظيم لنا جميعا أن يخضع هذا الصخر الثقافي الفني والتراثي للمرة الثالثة على التوالي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ومن هذا المنبر نوجه الشكر الجزيل لصاحب الجلالة على هذه الالتفاتة المولوية الشريفة السامية ونوجه الشكر كذلك لكل الشركاء المؤسسيات على دعمهم لهذه التظاهرة وزارة الثقافة والاتصال المتمثلة بالسيد الوزير محمد الأعرج والسيد عامر صاحب الجلالة على إقليم العرائش السيد عصام العالمين والسيد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان المسلمة والسيد رئيس مجلس إقليم العرائش والسيد رئيس جماعة العرائش والسيد رئيس جماعة العمر والسيدات والسادة البرلمانيين الإقليمي وكذلك الشكر لوكالة التنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية للمملكة ونشكر كافة المناطق الإعلامية الحاضرة معنا في هذه التظاهرة كما نشكر المداعمين الخواص شركة أروس سيجارة سنترال دانون أنسا بلوس فراغ خيل بوميس مارومار سوميم أوتو المنشد السياحي إكسوس ريزورت بيست كذلك وجب الشكر لجان أمن الوطني أفراد قوى المساعدة عناصر الوقاية المدنية فعالية المجتمع المدني وقبل الختام أود أن أشكر الجيل المؤسس لجمعية عبد الصمد الكنفاوي منهم من لقي حتى ورحم الله محمد
الحاج وعبد الله بلال، وبارك الله بالسيدة أمينة سورقة والسيد عبد الدين وزكريا الهلالي، دون أن ننسى الرئيس الشرف للجمعية الدكتور شاهد أشرف. وقال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبمجهوداتنا المكثفة وإمكانياتنا البسيطة والبسيطة جدا كما يعرف الجميع، بنحاول كل سنة نطور أنفسنا ومستوى الدراسة ونقدم واش حاجة جديدة وجميلة لإطلاق هذا الحدث اللي كيشرفنا احنا الجميع بشكل عام، وكيشرفنا أكثر حتى الجمعية أنها تتقدم الفرصة أن نحتفل بسيدنا ونحتفل بذكرى ابن عرش المجيد. طلبنا خاصة داكشي اللي كنقدروا عليه على حسب الظروف والامكانيات المتاحه والمتوفره لدينا. اذا فهاد السنه ان شاء الله حاولنا ان نخرجوا في برنامج مجموعه من الالوان والانشطه المتنوعه، منها ما هو ثقافي تراثي رياضي وفني، وذلك من خلال الفقرات اللي تفينا عنكم في البرنامج التخصصي في موضوع العموم، وذلك بحضور مجموعه من الفنانين كما تشوفوا منهم مدافع سعيده شرف، الفنان الشعبي حميد الصغيري، اسامه فضيل، الى جانب بعض الفرق المحليه اللي غتخاصم معاهم المنصه. دونك كل هذا الى جانب المسابقات الرياضيه المختلفه اللي تسعى لها مسابقات السلطه الاعلاميه. قلت كل هذا بحضور بعض الفرق المحليه اللي غتخاصم معاهم المنصه، وطبعا الى جانب المسابقات الرياضيه المختلفه اللي تتعرفها ساحه العمران، الفقرات الفنيه والموسيقيه والورشات وخيمات تعريف بعض الثقافات الاخرى كالخيمه القطريه وحديقه الاسود، وطبعا ما ننساوش الموكب الاشعاعي ديال المهرجان اللي صادف اول يوم من ايام المهرجان اللي غيكون ان شاء الله يوم الخميس 25 يوليو من هذا الشهر ان شاء الله، واللي غيعرض مجموعه كبيره وضخمه من الفرق الغنائيه والفولكلوريه والاستعراض ديالها المحليه والوطنيه والدوليه ان شاء الله. بالاضافه لمجموعه من اللوحات الاستعراضيه اللي كتتعلق بالتراث ديالنا، دونك كيف ما كتعرف الصحافه المحليه او الجهويه او الوطنيه اللي كتتابعنا كل سنه، اننا دائما كنحاولوا ان الشعار ديال الدوره نجسدوه في الكرنفال ونخدموا عليه، دونك هذه السنه هذه الشعار ديالنا او التوجه ديالنا حول التراث والبيئه، فحاولنا اننا نوظفوا هاد جوج ديال الاشياء. دونك غنتحدثوا على الموروث الثقافي، حاولنا اننا نوظفوا مجموعه من الاشياء اللي كتبرز التراث ديالنا وخصوصا التراث ديال مدينه ديال العرايش، لاننا كنركزوا وكنخصوا بفكر مدينه ديال العرايش. كذلك هنا بعض اللوحات البيئيه سواء في مجال المحافظه على البيئه او عرض اشياء اللي بديله للمحافظه على البيئه او اشياء اخرى اللي كتبين مدى الضرر الكبير اللي للاسف وللاسف الشديد احنا اللي كنسكوا فيه واللي كتعاني منه الكره الارضيه بصفه عامه ومن التلوث. دونك اليوم اكثر من هذا كل ما يتعلق بالبرنامج ديال هذه السنه هذه، ونكون معكم في الدونك. شكرا للاستاذ الشيخ لنا من باب التفاصيل دورة التاسعة من المجال العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث تحت شعار العرائش الموروث التراثي والتطلع عليه، وضيوف المهرجان دولة قطر وجمهورية سنغال. وكما هو معلوم لديكم المهرجان من 25 إلى 30 يوليوز تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإليها. بالكلمة الآن لأمين البلاد للجمعية لقنصل أمين البلاد للجمعية يعني إكرام خاصي كتواجه الجمعية، واللي راه كل شيء الجمعية كتبقى وفية للموعد ديالها وخلال البرنامج كتسطرو يعني كل سنة سنة كيكون أحسن من السنة الماضية من أجل عيون ساكنة مدينة
نسال على الشكل المنان للسيد مكلف بالمال في الجمعيه الاستاذ يونس يوسف يوسف الخليفي عرفتي راك تهم بوالدك في الجمعيه اليوم عيد العقل ستكون سعيدة شرف الموعد إن شاء الله معكم ونطلبوا نقولوا ثقافية وفنية من على الشاشة منها.
فأنا ليس لدي صحفي كبير ودخلهم نحاولوا نكون دائما موضوع اللي فعلا لنا نحاولوا أن نرسو جوانب أي نشاط يقدر من الجوانب ديالو كامل بتسمية السنة ما نشوفوش من واحد جهة واحدة واحد الزاوية لأن ربما الزاوية اللي نشوفوا منها ربما تكون خاطئة ربما ربما أننا نشوفوا حتى صغيرة فقبل ما نكمل الكلام ديالي غادي نشوفوا السبوت اوفيسيال وهذه الاشياء اللي هي كتركز عليها الجمعيه هو ان جميع الاشياء اللي كتكون بها هي محليه فالسبوت اوفيسيال ديال المهرجان هو سبوت محلي اللي غادي نقدر نقول هو ان الشرعه التاسعه اليوم شعبت والشرعه التاسعه بغيناها تقارب بما هو ولد العلاش الدور ديال الاعلاميين والصحفيين هو هذا ما نطبق انه ماشي يشكر فقط ولكن انه يتبع الخطوات ديال هذا المهرجان هذا يتبع التفاصيل ديال المهرجان قبل ما انه ينشر شي حاجه ويكون الناس القائمين على المهرجان فين كاين الهفوات فين كاين الاخطاء اللي يصحوها في النسخ الجايه لان الاستمراريه بكم انتم كصحفيين كاعلاميين والفشل راه بكم انتم اما الاخوه ديال المهرجان فهما كيقوموا بالواجب ديالهم على اكمل وجه يحاول انه يقدم واحد بلاكو اللي هو فني ثقافي رياضي لمن العلاش على مدى اسبوع واللي هو كيجسد اسبوع مدينه العلاش او اسبوع ثقافي لمن العلاش الا ان الاكراهات اللي مارسنا هذا العام من اجل بدء اكراهات جامه من هذا المهرجان هذا وخصوصا من ناحيه الدعم يعني كنلقاو ديما او ملي كنطالع العام كنلقى ديما ان الدعم كاين مشاكل كثيره انه ماشي كيوصلوا الدعم الكافي اللي يقدروا يوصلوا واحد كما غنقولوا واحد كعكه ثقافيه وفنيه الملك على باش يستافد منها فانا ليس لدي صحفي كبير الله يخليكم نحاولوا نكونوا دائما موضوعيين في العمل ديالنا نحاولوا ندرسوا جوانب ديال اي نشاط يقدر من الجوانب ديالو كامل بتسمية الصداره ما نشوفوش من واحد الجهه واحده واحد الزاويه لان ربما الزاويه اللي نشوفوا منها ربما تكون خاطئه ربما ربما اننا نشوفوا حتى صغيره فقبل ما نكمل الكلام ديالي غادي نشوفوا السبوت اوفيسيال وهذه الاشياء اللي هي كتركز عليها الجمعيه هو ان جميع الاشياء اللي كتخدمها هي محليه فالسبوت اوفيسيال ديال المهرجان هو سبوت محلي 100 من 25 الى 30 يوليو 2019 تحت شعار العلاش معروف من التراث وتقدر جيدا اسبوع فني ورياضي وثقافي بامتياز يحضر عدد من الضيوف دولة قطر جمهورية السنغال اسبانيا عروضة كرنفال السعودية قطر القصر السعودي وفقرات عشق الوزع سهرة فنية كبرى لكي الفنان جنابين دائما
أقول من الصمت المقبول من الإعلاج أكيد أن دور الكثرة على المنظمين باش توصل لدور السرطان ماشي سهل الدورات يعني صعود ديال المهم السؤال الأول اللي عندي هو بالبرنامج وما كاينش واحد الفقرة كتهضر على عصبة الدولية ندير واحد الفقرة نأخذ واحد الفقرة التعريف المرفوض عصبة الدولية أكيد حنا الحمد لله كنعرفوا وانتم كتعرفوا وكيكون كيعرفوا ولكن كيف جاي السي محمد هذا علاش خصك باش يكون الوفاء لأنه الدولة الأولى تم تكريم ديال الأسرة السي عصبة الدولية رحمه الله وتوزيع الكتب لأنه جمعية طبعات كتب وساعتها لو كان الاستاذ يسمح لي قاطعك لو كان واحد الفقره اللي مخصصه للمرمى على الصمت الكنتوري تكون احسن لان الانسان ملي كتوصل لواحد الشيء ملي كتوصل لواحد الشيء راه كيوصل وغادي يتسالى وغادي يعرف شنو هو المرمى على الصمت الكنتوري لان هو تنكيله ديال المدينه. نعم السؤال الثاني ديالي هو التقييم المهرجان السابق مقارنه مع المهرجان الحالي دابا هو الجديد ديال عصبة الكنتر. اكيد ان السي يوسف هضرنا على النقص والدعم المادي لان الدعم المادي هو اللي يعمل دور كبير بشكل كبير في تنظيم المهرجان المهرجان علينا الجهات المدعمه اللي دعمت المهرجان ديال عصبة الكنتر باش تقدروا نعرفوا شو اللي مع المهرجان وشو اللي شكرا على التوقيت. تحية سي محمد لمن السؤال. تحية جميلة هذه الصمت يعني في دورات المهرجان وصلت للدورة التاسعة وهذا المكسب لمدينة العرائش. بالنسبة لي عندي أسئلة تتعلق مثلا بالفضاءات التي يقام فيها المهرجان. تلاحظوا بأن مثلا ساحة البحر كانوا السهرات مثلا في يعني في حديقة الجزر مجموعة فضاءات يعني بالنسبة للفضاء وكذلك فضاء العمرة يعني بالنسبة للفضاءات اللي كيقام فيها المهرجان كاين هناك عدة فضاءات يعني يمكن استثمارها وعلى هذا الأساس يعني غادي نجي لجانب آخر فيما يخص يتعلق ببرنامج المهرجان لاحظوا بان هذا ثمن الاشاره اليه على ان فقره الكلمات كانت ثابته في المهرجان فالسنه ثم الغاء كذلك بالاضافه الى ذلك فقط الندوات غائبه وهذا يعني كان ثم ملاحظه صحيح في الدورات السابقه يعني ما عرفش علاش تم يعني تغيير هذا الجانب ديال الندوات المهم لان الندوات هي اللي كتعطي توصيات سواء جميع الجوانب اللي كتعكس التوجه الاستراتيجية ديال الجمعية في يعني تشغيل هذه التوصيات أو يعني في التفاعل مع المجتمع اليوم مع المثقفين مع الحضور مع جميع يعني جانب آخر فيما يخص يعني الرؤية الاستراتيجية ديال المهرجان وما يتعلق بالجانب المالي وهنا بقى كان الفكرة اللي زميلي فيما يتعلق بالدعم المهرجان بغينا نعرفوا شنو هي كل واحد كيستفاد الميزانيه اللي كتستعمل هي تم الاشاره بها ان حنا كنعرفوا بعض المعلمين مثلا ما كيتمش ما كيكونوا في الفروق ولكن ما عرفناش الدعم ديالو كيكون ما يدعمش شي حاجه وهذا مستوى استراتيجيه بين تعطينا الجمعيه الاشتراك على مستوى ديال اختصاصي فيما يخص الدعم المهرجان يعني المستشارين مثلا بحث عن مستشارين جدد الى اخره. اكتفي بهذا الجانب هذا. شكرا استاذ فقط كل واحد. عايش مرفوع Thank you.
انا كنظن دائما كنقول لكاع الجمعيات اللي كنشوف بهذا على ايش خصكم تفكروا ديروا واحد المشروع مدرب الدخل من هذا الساف الجمعيه ومن هذا الساف حتى المدينه ومن هذا الاسم ديال الجمعيه بقى راسه حتى الاشخاص اللي داروا المشروع تحسب عليهم ان شاء الله في يوم حتى يوم القيامه ان شاء الله يجازي عليهم. هذا هو السؤال ديالي وهو الله يوفقك جميعا. يعني وحنا الافكار كتعجبنا لان الجمعيه راكم تنتم كتهتموا بالجمعيه كلكم اكيد الافكار والاقتراحات فيكم مرحبا فيها اكيد من طرف الجمعيه كل الاشخاص اللي تسمع الاصل. شكرا هشام وكمان الاستاذ ياسين تحيه ثقافيه الخواص الهواري مثل ذلك محبابي الجهيش الميزة أخوة كاملية أخوات لدي سؤال حول الشعار ديال المهرجان هو على إيش مورد راتي وتطلع بي. الشق الثاني من الشعار هو تطلع بي. احنا كنعرفوا بأن قضايا البيئة حاليا هي حديث الساعة. المغرب ملتزم كباقي الدول في المنتظم الدولي بحماية البيئة والدفاع عنها. المهرجان خدع على عاتقه هذه المسألة هي، فبغيت نعرف أين يتجلى هذا المسألة في التطلع البيئي؟ هل سيتم تنظيم ورشات أو قيام ب يعني بأعمال للتنظيف أو لحماية البيئة أو شيء من هذا القبيل؟ شكرا. سؤال مهم جدا، بعد وجهة نظري على إيش المدرسة والمهرجان كتقديم عدد من الأنشطة عصام التوشاوي عندنا كذلك
الشباب كيطلعوا، الشباب ما عرفوش شنو هو عصام كيطلعوا، كيعرفوا كاين جمعيات ديال عصام كيطلعوا كانوا يشدوا سهرات ذبحه، ولكن ما عرفوش شنو هو التعريف ديال عصام كيطلعوا. انا الحمد لله كنعرفوا الاخوان الصحفيين والاعلاميين كيعرفوا الوجوه، الاخوان اللي معاكم في الجمعيه كيعرفوا، ولكن كاين وجوه ديال شابه عطلات باغي يكشف باغي يعرف شنو هو عصام كيطلعوا. عصام كيطلعوا كي هو مهرجان راه مشهور كله على التاريخ. أنا في الشق الثاني ديال الجواب قلت من حقك ومن حق الأجيال اللي طالعة أنهم يعرفوا شنو هو عصام الكتراوي، ولكن كنرجعوا نقولوا أن الإكراهات المادية هي اللي ما تخليناش حيت باش نشوفوا أننا إلا طبعنا كتاب عيطتنا واحد لاسون ديال كذا وكذا، وحنا باقي عندنا 3 أيام ديال السهرة مثلا خاوية، ما عندناش باش نخلطوا بالفنانة. دونك كنفضلوا أننا نجيبوا فنان ونستناو على واحد الحاجة اللي هي فرعية، دونك نصبوا الاساسيات على الفرعية. سلام. كما قلت سمعنا كل العميلات كانت تصبح هذا كانت فضاءات والناس والجيم المالي والتخطيط المالي. صارت زادت الثمن على سبيل المثال، ماشي على سبيل الحصر،
يعني الساعة ديال السهرة اللي كتسالى تشوف مولي الحوالي تسولو مثلا درت شي شغل مولي الحوالي تقول له واش كنعرف واش ديرو كنقول له مازالش كاين الماكلة كتحايا في اللجنة التنظيمية مازال بعض المرات في الإدارة كنتعطلو في الناحية ديال التنظيمية كنمشيو كنبقاو في الجنة كنشوف على المرات كنقضي غرض كاس اللبن مثلا ولا شي حاجة كنقضي غرض باش نلعبو يعني هذا كتخليك تفرح حنا كنفرحو كنقول له أوروبا مدينة يعني راه واش كاين هذا هو اللي كنحاول الإخوان الإعلاميين أنهم يغطيوه بالنسبة للفضلات حنا اللي كان البرنامج اللي قلت لك بانه كنا قلت لك الاول ذاك السطور كيكون فيه مجموعة فضاءات كنحاولوا اننا نخليو مثلا فضاء عمران فضاء ساحة الرقاق فضاء ديال الحلقة المسود هذو الفضاءات اللي مركز عليهم المهرجان اللي كنتسناو الانشطة كنتسناو انه في السنوات المقبلة يكون عندنا انشطة واحد اخرين في مجموعة فضاء صغيرة نحاولوا نشوفوا وما ننساوش واحد الحاجة اننا عطنا كرنفال راه كيدوز من ساحة ساحة الرقاق فضاء ديال ساحة الرقاق تو كيتشاف في المهرجان بالنسبة للكرنفال عندنا انطلاع مساحة مكة مرور الشارع اللي كيدوز على قهوة المخازن كيدير جنان باشا عبر جنان باشا نخرجو الشارع ديال جنان بوش ساحة ديال جنان بوش ساحة ديال جنان بوش مرور الشارع محمد الخامس فوتو كابينو انا ودور له محمد الخامس حتى ساحة ثانية يعني احنا شارينا واحد شوارع المدينة في الكرنفال بالنسبة للفضاءات الفضاءات كازا هما اللي اساسيين اللي كاينين والميزانية اللي كتحكمنا على اننا نديرو هادشي هذا يعني حنا عندنا الحلم ديالنا واش دخلوا مستشارين جدادين معكم؟ بالنسبه للمستشارين ما دخلوش مستشارين جدادين، بقينا مستشارين كيف السنوات الماضيه، نقصوا المستشارين، قررنا السنه الماضيه نقصوا المستشارين، يعني نقصوا تقريبا واحد 50% من المستشارين، حنا مثلا كان كيعطيو واحد الاسباب اللي خصو يتزادوا ماشي نقصوا، شنو هي الاسباب؟ حنا غادي واحد المستشارين وديروا ميراج نعطيكم التريب ديال هاد الميزانية اللي كتقولوا أنا كنقول هاد المسؤولية اللي هضرني كنقولها وكنهضر على المسؤولية ديال الخاصة حيت كتعرف الشفاء وكاين الناس اللي قالوا باقي بالروح وكاينين الناس كيقول لك بلي ميراجات ملي كيجيب لك الخريطة كيقول لك أنا ما داخلش عندك مع الشفاء ما غاداش ناخذ ندير هاد العلاج هنا اللي قلنا في الأول المداخلة ديالي في الأول كنزيد هاد الأساسات نتوما كصحافة محلية وكصحافة اللي باغيين خير من المشاكل والفضائح وداكشي اللي كيوقع هاد الحاجة من أجل الترويج ومن أجل الحاجة بوحدها ولكن نجي نروح في الصوت ديال الموضوع في الصوت ديال انما هاد المدينه خصنا الرواج ديالها خصنا المدينه تطلع ما بقاوش نشوفوا غير من ديال الكوارو ولا اي واحد كتقول له اجي علاش يقول لك لا كاين مشاكل لا حنا بغينا هاد الميراج ديكم نتوما بالانشطه اللي كتشوفوا في المدينه ما كاينش لان غادي نضرب تصرف كبير كاين مجموعه ديال الانشطه الثقافيه اللي كتستاهل وكبيره وخصها الاعلام يكون عندها يعني بغينا بيكم نتوما اننا نعطيو واحد الوجه اخر لمدينه علاش الوجه اللي كتستحقوا في المدينه واللي كتستحقوا في المغرب هذه هي رغبة مؤهلة بزاف وبكم نتوما باش نتمنى أنكم الدعم ديالكم مع الجيش إن شاء الله تكون مستشارين أكثر ويزيد الهدوء إن شاء الله وشكرا بزاف لك. شكرا الأستاذ نصر كما قال كنشوف فقط الأستاذ مجموعة الإشارة على الكلام ديال الأستاذ سي يوسف أنه المواقع الإعلامية والصحافة المدينة خصها تسوق المدينة وتسوق المهرجان هذه كتبع المسؤولية ديالكم أنا بديت كنت تسوق المدينة ديالي والله العظيم على ما فقتي يعني كنخسر انا من جهتي كنمشي لسواق المدينه كنكتب مواقع وكنكتب صفحات وطنيه ودوليه وكندرس باش ندير مقال خصو يخرج ومن بعد بداو كيدازو عليا باش انا نمشي معاهم فكنكتب على مدينه علاش في الشرق الاوسط ملي كنسافر الشرق الاوسط كنقول لك لا مدينه صغيره ومدينه هذا ومدينه ولكن مع ذلك كتبت على علاش فعلى المناظر مهمه جدا ومن بعد انا مختار هذه المدينه فقط ما كتبت على هذه المدينه داو عدد من المنابر كيدازو لي باش نخدم معاهم يعني هذه المدينه ولاده ومعباها خدموها غادي يخدمكم وتعطيكم استاذ انا فضاءات اخرى تستثمر دونك انا مسؤول بالنسبه لداكشي اللي كيبدا في فضاء العمران حتى يجي فضاء بديل العام ان شاء الله نستمر ها هو السؤال عندك وطيب انا نجاوب هذه هي بالنسبه لحديقه الاصول باش مشينا حنا بدينا كنعرضوا الاشياء في حديقه الاصول كانت حديقه الاصول
حنا كاداره ديال المهرجان وجمعيه عصام كنتو ما عمرنا تسنى على هذا على هذه المساله عفوا، لاول مره ما عندناش اللواء، وكنعاود نقول بلي الاكراهات الماديه هي السبب. يعني خسرنا اننا نصفقوا الاساسيات ونركزوا على الاشياء الكبيره وهذوك الجزئيات اللي ما نستافدوش منهم بزاف واللي غيكلفونا، حاولنا اننا نفهموهم باش نكونوا واضحين وبلا ما نضحكوا على بعضياتنا. كنديروا ندوات ولكن للاسف ما عندناش الثقافه ديال الندوات، كتبقى القاعه فارغه ما كاينش شكون كيجي ولا كيحضر ولا ولا. دونك علاش حنا غنخسروا واحد البلاصون اللي غتقدر تنفعنا في حاجه اخرى، شي حاجه اللي 80% تقدر ما تنجحش وما يجيوش منها والامكانيات ما كايناش، راه خصنا نلوا شي حاجه اللي غتبان غيشوفوها الاهالي ديال الناس. تكريمات بالنسبه للتكريمات نفس المشكل، التكريمات كيتوهوا بفلوس، غيجي لنا غتكرموا غتكرموا بفلوس، كتبيتوا بفلوس، كتوكلوا بفلوس، الترونسبور ديالو بفلوس، الطوموبيل اللي كديرو تجيبو بفلوس، فينا كبير ما يمكنلوش غتصيفطو الكرة لداسيا ولا ولا غولف ولا هادو، نرجعو الامكانيات الماديه. انا عطيت التكريمات ديال التكريمات، علاش كنقول علاش باش نوضح الفكره ديالي، علاش كنقول هذه المساله ديال التكريمات، لان مثلا المهرجان نجح الدوره ماشي من اللي فاتت، اللي قبل منا كانوا التكريمات مستوى عالي، مثلا كتبين الرؤيه ولا فيزيون الانفتاح ديال المهرجان مثلا الجاليه، لان البلاتفورم اللي غادي مثلا واحد الويبسايت بحال اللي عملته وحتى تسلط الضوء مثلا على المشاكل ديال الجاليه في هذا، يعني تسوق قبل الناس انه مثلا كتحسب واحد النوع ديال الاشتراك الاهتمامي وكلشي، يعني انا كنقول لك بحال لا فيديو كتبين الميرال، يعني انا قلت انا زعما هذه الفقره هذه كتكون تاعي المجال المالي الزمن المالي كنظن ماشي هو ما عرف كنقول لك عبد الكريم الجانب المالي كيكون عصور ماشي ثانوي بالنسبه لوالدي اللي تجيب الشخص مثلا كتعدوا اعتبار واعتراف وتكريم واعتراف للشخص وكذا. في نشاط موازي، ما تشاركش ديرو جمعيات عصام كنتو كيديرو في حديقة القصور، لأن
إذا هو الفن هو جزء من الثقافة، إذا هو الفرص هو جزء من الثقافة، علاوة أنه نظرنا الثقافة ديال الكتب وتوقيع الكتب، كيعطيو برنامج تاني، وكل سنة كيتم توقيع كتاب لكاتب أو علامة من المدينة على إشقاق من القامة ويكون رام فيه. كلا التدريبات كتكون في حديقة الكتب، يعني عاد أما التكريم اللي كيهضر عليه السي السبيطي اللي كان كيشوف نسخ سابقة فوق المنصة، لأن كان المهرجان ماشي تحت رعاية السابقة، ولكن إن فوا هذا ماشي كان تحت رعاية، هذا جميع المهرجانات في المغرب تحت رعاية السابقة، في تصويرة، في إطار، ديال أكادير، ديال جديدة، كلهم الاتحاد شي واحد اللي كيكون كيشرح كتابة مع هذا البلاصي، نفس البروتوكول هذا، واضح، بروتوكول دي غوا. من المعنى انه يتكلم شي واحد في بلاصي وفوق منها تحت الرعايه السليمه، هي الامور اللي راه مسخين من قوم جدد فيها بزاف. من ناحيه ديال السؤال ديال السياسي العماري، واللي طبعا سؤال جوهري جدا، انه كاين هذا التطلع بيني. المهرجان فعلا واحد التطلع بيني. من خلال الرسائل اللي غادي يرسلها من الانشطه ديالو. فالنشاط الاول اللي غادي يقوم به هو شنو كيدير؟ هو انه يكون على حسب ديال واحد اللي غادي يكون عم جاهزه كامله. بالنظافه ديالها، بالاعداد ديالها، بالمسائل ديال التعب، هذه الرساله اللي خصنا حنا نتوقع اعلاميا، ان هذه الناس اللي كيجيو يديروا المهرجان ديال الطفول من كاقا واحد ديال المكان اللي غادي يدير فيه النشاط، بصح راه كيبقى بحال، راه ما كيمشيوش كيجيو يحطوا راسهم، خصنا نكونوا حنا اعلاميا نحاولوا معاهم في الايام اللي دابا كيما قال السي يوسف هذاك المهرجان دار اليوم، يعني خدام الاعمال، واش كاين شي اعلامي كيحضر؟ كاين شي صحفي كيحضر؟ ما كيحضروش. ولكن لو كان حضر كان غادي يقرجوا انهم كيقوموا باعداد المحيط ديال المكان اللي غادي يقوم فيه المهرجان، علاش؟ باش يوجدوه ويستقبل هذا النشاط. بزاف ساحة معمر شنو كيدايرها؟ ساحة معمر راه عامل نفس كيتم الاعداد ديالها، وكيجيو الكاميونات مع المحكمة البلدية وبلا قمة وعدل وحيد الزرق اللي طالع وهذو الرسائل خصنا نقولوا الى دابا باش نستقبل المهرجان حتى لثلاث ايام ولا خمس ايام عادي يقوم بالبيئة ديال المدينة. لا، هذه رسالة تقول الجميع أن جميع المواطنين خصهم الواحد ديالهم إلى بيئة بعيد كيمشي لولدو ويجلس تما ينظفو وينقي، كيعطي رسالة للشباب ملي كندير مثلا إلى واحد المسابقة ديال الأستاذ التشكيلي، شنو الدور ديالو؟ هو أنك تكون عندك موهبة في الرقص، حاول أنك تبدع وتعمل جدالية، زائد على ذلك أن الجمعية تحبك وتحفز جميع كما نقولوا مبادرات الشباب اللي كيقوموا بها أسس نموذجي، شارع نموذجي، حي نموذجي، هادشي اللي كانت الجمعية كنتمنى أنها تشوفو من خلال المهرجان، ومن خلال باع المهرجان، دونك هذا هو التطلع بيني. من ناحية أخرى، رسائل أخرى كانت خاصها تمرن عن طريق المهرجان هذا، هو أن نحن نتفادى على المناطق اللي هي نامية، اللي فيها الغابات. راه هادو هما الأشياء اللي هو التطلع بيني، وهذا هو الهدف للمهرجان. أما موروس كما نقول لك يا تراتي، مورو تراتي راه حنا ديجا عشنا وطلعنا في واحد المورو تاع تراتي، وهنا كيف ما قلت لك باش فيها هو ان جميع هاد السنه تفنات مجموعه الحصاده ديال الفرقه الاغلبيه راه ما عرفاش عندها سنه، انا اللي قلت لي وصلت وبحثت عليها عندها 535 سنه جبلية فوقاش بدات كيفاش بدات؟ يعني هذا هو الطلب، لان عدم موروث تراتي نحافظوا عليه. اليوم شفنا فرقه الحصه اللي هي فرقه جبليه بدات في جبل العالم، انا نشوفوا موروث اخر ونحافظوا عليه. شكرا. شكرا سي هشام، كان لي مطلب في التعقيب عند استاذ نجوى بعد نفس النطاق ديال الهيئه بالنسبه للاستاذ.
السؤال الثاني يعني هل الجمعيه لها نشاطات طول السنه غير المهرجان اللي كان عصرت على يعني تقريبا ناجح ما تغرغوش اللي يعني كيظهر بين الاجهزه في هذا الشيء شنو هو الانجازات اللي قدمنا هذه المهرجان طوالات اللي دازت السابقه شكرا على جميع الاعتراضات يعني السؤال الاخير علاش ما تفكرش الجمعيه خروج واحد البيان حول المراحل المادية اللي كتعاني منها لان الجمعيه راه ولات تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس شكرا سي سعيد سي سعيد بس محسي لي وباش السؤال معنا واحد الانسان غايه وجدنا يبكي على اشرح راه معنا خجول جدا صدق الوسط قال لك سيدي السيمانه هذه اللي دازت الاكياس اللي يكون اللي كيتبتوا بها الخيام كانوا باقيين في حدا كنقصد بان على كنهضروا على الفيلا وعلى كذا وكذا وخليتوا فيها واحد شويه على حسب الهضره قال لك السيمانه دازت وباقي الاكياس اللي كتبتوا بها الخيام بلاصه ديالهم فيما يخص المجال ديال البيئه وهذا بما ان الجمعيه دائما كتعمل ديك الورشات ديال الرسم وداك الشيء هذيك الورشات مزيان تكون في المدينه مثلا في الجداريات بحال اللي كاينه في القصيده يعني الناس يحسوا بداك الفن يحسوا بالانفتاح ديال المدينه على الفن وداك الشيء
هذا هو يكون الارتباط ديال الفن بالبيئه، يعني يولي التاثير على المجال ديال البيئه الثقافه تغير. هذا توصيه كان فعال الجمعيه وتمنى نتمناها. بالنسبه للجمعيه هذا اللي جدا لي لنا صوب العلم، صوب العلم فيها مسلم ودولية والمايسترو بعد يكون هنا صوبين واحد الشكل سي أقصي والمهور ومازال بعد زوا حاضر معنا تفاجأ أن السلام يا راجل دازت تخبرنا مع القوم الميزانية باش تسمي جدا جدا لي راه جدا لي كثيرة فيا ضربت واحد الشهر سبعة كانوا مضروبين الشيء شي نعرف قوي لا ما تكتم يا احنا ما نخرجش حياتيات يعني احنا كنحاولوا ما نخرجش حياتيات علاش نسمعوا علاش نحاولوا لان كل جداليه اللي كنا كنديروها كل سنه كنديروا جداليه شويه كنتلقاو فيها جا واحد الشهر خمسه ولا اربع سنوات قال لها لا خسر جداليه احنا كنحاولوا تنبع على تنبع على عقل نبنوا العقليه نحاولوا نطوروا العقليه نديروا جماليات وشكرا. ولكن هذا لا يعني ان رغم ذلك يعني هادشي جميع كتلقى هاد المشاكل هادي كتخدم فواحد الحيط وتطفو شي كتلقى روز يعني دائما خص الاستدامه ديال لاكسيون الحركه وهادشي هذا التجارب ماشي انا كنقولها بالنسبه للتجارب ديال الجمعيات رغم ذلك ان استمر هذا الفعل هذا وخا نحاولوا ممكن نعملوها ولا نعملوها في شي هذيك حنا نهزوها التقاد ديالها كامل
عندنا حنايا كنمشيو ابناء المدارس كنمشيو نضربو لهم ديال لي كروسون ديال الشباط هذا اللي كاين في الدار الشميه كاملين اليوم باش اللي يجيو مصابين يكونوا على الشيء وحنا نشكرو الجيل وكنجمعو كنمشيو نجيرو باركو ارماتيكو فما عرفتش شنو المواقع الالكترونيه تجمعو كاملين بكم وبين باركو ارماتيكو نجيبو الصور كاملين ونفرحو بهم السلام عليكم ورحمة الله.